بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا في المرتبة الرابعة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مرتبة الإيمان بخلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم، أنه يلزم أن يذكر فيها أن للعباد قدرة ومشيئة بها يقع فعلهم، بها يقع فعلهم الاختياري، لو قلنا فعل الاختيار. فهناك بعض الأمثلة في هذا الباب يضربها أو قد ضربها بعض المتحدثين، من يفهم المثال والمقصود منه يعلم أنه يريد نفي خلق الله لأفعال العباد وجعلهم يفعلون، يريد أن ينفي أن الله يجعلهم يفعلون. فقد عرضنا لهذا المثال قبل ذلك، اللي هو مثال المدرس والتلاميذ يضربونه بهذه الطريقة، وهو أن المدرس يعلم مستوى التلاميذ تماما ودرس لهم المنهج، ثم أجرى لهم في النهاية امتحانا، وقبل أن يجري الامتحان وضع للتلاميذ درجاتهم، ثم أجرى الامتحان وصحح الأوراق وقيم الدرجات، فكانت الدرجات موافقة للتي وضعها وقدرها. ويقول الفرق الوحيد بين هذا المثال وبين علم الله وكتابته المقادير هو أن علم الله جزم وقطع وعلم البشر ظن وتخمين. هذا كثير من الناس يتصور أن هذا مثال صحيح للتمثيل في قضية القضاء والقدر، وليس الخطأ في ضرب المثال. البعض يقول لا، ما فيش حاجة اسمها أمثلة في العقيدة. لا، هناك أمثلة ولله المثل الأعلى. المثال إذا كان صحيحا كان من القياس الصحيح، لكن الخطأ أن هذا المثال باطل بلا شك. السبب أنه يمثل عقيدة المعتزلة الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون قدرة الله ومشيئته في الأفعال الاختيارية فضلا عن خلقه لهذه الأفعال. يقولون أن الفرق الوحيد بين هذا المثال والواقع أن علم الله قطع ويقين وعلم المدرس ظن وتخمين، وليس هذا هو الفرق فقط هو الذي يجعل المثال باطلا. الذي يجعله باطلا هو أولا أن المدرس ليست له إرادة في أن يجعل التلاميذ فريقين، فريقا ينجح وفريقا يرسب، ولا هو الذي جعلهم فريقين. المدرس عايزهم كلهم ينجحوا، يأمرهم جميعا بالإجابة الصحيحة، لا يجعل بعضهم يجيب إجابة صحيحة وبعضهم يجيب إجابة باطلة أو إجابة خاطئة. فهذا في الحقيقة المثال أثبت الإرادة الشرعية فقط، حيث أن المعلم طلب منهم أن ينجحوا، وليست له إلا إرادة واحدة وهي أن يجيب التلاميذ الصواب، وطلب منهم أن يجيبوا الصواب اللي هو الأوامر كزي الأوامر الشرعية، وهو يحب أن يجيبوا جميعا، لم يجعلهم فريقين. طلب منهم أن يجيبوا الصواب وأن يعملوا الطاعة، وهم في الحقيقة ينفون الإرادة الكونية. هذا المثل الذين ضربوه ينفون الإرادة الكونية، وأن الله بإرادته الكونية قدر أن يوجد فريقان، قال الله تعالى فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، قال من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن ربنا أراد سبحانه وتعالى أن يوجد فريقان، أن يجعل فريقا في الجنة ويجعل فريقا في السعير. ثانيا في أخطاء هذا المثال أن المدرس ليست له قدرة على ما يكتبه التلاميذ، ولا هو والذي وجه كتاباتهم أثناء إجابتهم، يبقى بينفي المشيئة الكونية وبينفي الإيه؟ القدرة على أفعال العباد. هتلاقي إن هذا لأن المدرس بنقول إنه ملوش قدرة يخلي ده يجاوب صح ولا ده يجاوب غلط، ملوش تأثير على التلامذة، لا يستطيع أن يصنع شيئا لهذا التلميذ فيجيب إجابة صحيحة، ولا لذاك فيجيب إجابة باطلة. وأقصى حاجة أن يغششه. يعني يغششه بقى؟ يعني هيقول له ويبين له برضه، تطلع هي هداية البيان التي هي عند المعتزلة فقط، ما عندهمش هداية التوفيق والإسعاد. المعتزلة بيقولون ربنا بين للناس وفصل لهم وكرر لهم البيان مرة واثنين، ده أقصى ما عندهم، ده اللي هو التغشيش. يعني اللي في المثل يبقى كده، استغفر الله، يعني الكلمة اللي هو المدرس بين له مرة تانية يقول له يا ابن الصح كذا، فبيبين بس لكن ما يقدرش يخليه. فالمثل ده خطير للغاية رغم كثرة من يستعمله، ينفي الإرادة وينفي
القدرة الإلهية على أفعال العباد. ثالثا أنه ينفي جعل الله وخلق أفعال العباد، فالمدرس ليس له سلطان على الطلاب، ولم يخلق كتابتهم وإجابتهم، ولا يقدر على أن يجعل هذا الطالب يكتب صوابا والآخر يكتب غير الصواب، بالإضافة كما قلنا إلى أنه لا يريد أن يجعلهم أصلا فريقين، والله عز وجل أراد أن يجعل العباد أصلا فريقين من البداية كما بدأكم تعودون. قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قبض قبضة بيميني وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة في النار وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أن الله أراد وأن الله يقدر، ولو أراد أن يجعلهم أمة واحدة لفعل، ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن هو الذي شاء أن يوجدوا فريقين وجعلهم كذلك وخلق أفعالهم. هو الذي أراد أن يهدي قوما فشرح صدورهم للإسلام، وأراد أن يضل قوما فجعل صدورهم ضيقة حرجة، وهو يقدر أن يجعل هؤلاء مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وله سلطان عليهم وقدرة حتى أثناء فعلهم، وما كفر الكافر ولا آمن المؤمن إلا بقدرته ومشيئته سبحانه، وهو الذي جعلهم كذلك. والله عز وجل لم يظلمهم بهذا، عشان ما يجيش واحد يقول طب ما هو اللي خلاهم كده، هو الذي جعلهم كذلك يبقى يحسبهم ليه؟ نقول له يحسبهم على اللي عطاه لهم، عطاه لهم ايه؟ قدرة وإرادة بها يقع فعلهم، عطاه لهم بلغهم شرع، عطاه لهم عقل وسمع وبصر. هو عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ذلك لأنه سبحانه جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، فالنتيجة كانت لابد أن تحدث، لكنها حدثت بسبب قدره الله، وهو كسب العبد. يبقى نعم الله قدر كسب العباد وهو الذي أراد أن يفعله بإرادتهم، كسب العبد الذي له أثر في الفعل، كسب العبد بإرادته وقدرته التي لها أثر في الفعل، وهذا السبب لا يغفل ولا يهدر. وما حال من قال إن هذه الأحداث والأفعال كانت لابد أن تقع حتما، إلا كحال الذي ألقى ابنه في الطريق وقال لابد أن الله سيرزقه حتما، والحق أن الله سيرزقه، لكن كتب له أن يرزق من خلالك أنت خلال الأب، فهذا الاحتجاج باطل، هو احتجاج المشركين الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، الفقراء والغلابة دول لو كان ربنا عايز يطعمهم كان أطعمهم، يبقى خليهم جعانين، لا يريدون أن يلتزموا بالشريعة التي فيها إطعام الطعام وسقيا العطشان وإطعام الجائع. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يزعمون أنه طالما أن الله لم يطعمهم بمعنى الأمر القدر الكوني، وهم لا يدرون ماذا في المستقبل، يعني دي إجابة ثانية، أقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فهؤلاء يريدون ترك الشريعة بزعم أن هذا الأمر القدري، يقولون هؤلاء الفقراء لو كان الله يريد أن يطعمهم لأطعمهم فاتركوهم جوعا، ما قالوا ذلك إلا هروبا من الالتزام بالشرع، وهي كلمة حق يريدون بها باطلة، وهو التخلص من المسؤولية. فالذي يريد أن يلغي مسؤولية العباد يقول إنهم ظلموا، وهم قطعا لم يظلموا، لأن الله جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم. أما إذا لم يعطوا أما لماذا لم يعطوا إرادة الخير بدلا من إرادة الشر، يجي بعد ما يوصل للمرحلة يقول طب ليه ربنا ما جعلهمش فريق واحد؟ الجواب أن الله هو الرب، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، ووضع الأشياء في مواضعها. فكيف تقول لما لم يعطي أبا جهل الرسالة كما أعطاها محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا جهل عظيم، هو عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، وما ظلمهم، قد تفضل على البعض وعدل مع الجميع، وما ظلم أحدا بل عمهم بهدايته، وهي هداية البيان، وهي درجة من درجات الهداية، وإن كان خص بعضهم بهداية التوفيق. لذلك الكلام على الهداية ضمن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. المعتزلة يثبتون هداية البيان فقط، وهي المذكورة في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو كانت هذه الهداية من جنس هداية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لما كان استحب ثمود العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى هديناهم من عن هنا إيه؟ بينا لهم. لو كانت هذه الهداية
من جنس الأخرى لكان صدره منشرحا للإسلام، لكنها هداية غير تلك الهداية. فهداية ثمود كهداية كل الأقوام وهداية كل المكلفين هداية بيان. أما هداية من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، هداية من يشاء يجعله على صراط مستقيم هي هداية توفيق وإسعاد، فالله بين للجميع. ولو أراد أن يهدي الجميع هداية التوفيق لهداهم، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حدة منه عليهم وعدلا، واختص بالهداية والتوفيق من شاء منة ونعمة منه وفضلا. فهذا عدله وحكمته، وهو العليم الحكيم، وذلك فضله ورحمته يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أي من يشاء الله أن يهديه، مش زي ما بعض الناس يقول إيه ولكن الله يهدي من يشاء وأن يهتدي. يجعل فاعل يشاء العبد، وكلام باطل بلا شك. وأما تعليل وهو أعلم بالمهتدين يدل على بطلان هذا الكلام، وما تنفعش فيه من يشاء الله يضلل. يعني لو هم يحرفوا المعنى في الضمير المستتر ما يعرفوش يصرحوه في الاسم الظاهر. ما فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما ينفعش انه يحمل ان دي على مشيئة العبد. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. دي اوضح بقى في الرد عليهم، ان مشيئة العبد في الاستقامة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. درجات الهداية المعلومة: الهداية العامة للخلق جميعا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداية البيان للمكلفين، فلا بد أن يبين لهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا بعد أن يبين للجميع هذا طائفة للهداية التوفيق والإسعاد إلى الدرجة الثالثة، ثم الهداية إلى طريق الهداية إلى الجنان في الجنة، وهداية الكفار إلى صراط الجحيم، وهذه هداية في الآخرة. الجبر طعن في التشريع، ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. معنى الجبر طعن في التشريع، الجبر سواء كان منه الجبر الصريح الذي يقول ليس للعباد قدرة ولا مشيئة على أفعالهم، وأن أفعالهم مثل حركة المرتعش، حركة يد المرتعش، أو حركة الإنسان الساقط من ارتفاع، هي حركة لا إرادية، كل الأفعال كذلك. أو الجبر غير الصريح، وهو الذي يثبت قدرة ومشيئة بلا أثر، كما قول الأشاعرة بلا أثر في الفعل. لماذا صار طعنا في التشريع؟ لأنه إلغاء لمسؤولية الإنسان وإلغاء لعمله وأثره، فليس هناك معنى على هذا القول لأن يؤمر الإنسان وينهى وتشرع له التشريعات، فهذا طعن في التشريع. ودول نوعين: نوع رأى أن الناس مظلومون وأن الله ظلمهم حين شرع لهم التشريعات وسوف يعذبهم على ذلك ظلما وعدوان، نعوذ بالله، ومن يصرح بذلك يكون كافرا، كالذي يقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. اللي يقول كده خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه يطعن في عدل الرب سبحانه وتعالى المعلوم الدين بالضرورة، ويتهم القدر بالحمق والظلم، ونعوذ بالله من ذلك. ونوع آخر يقول: بل كلهم مطيع وليسوا معذبين. يقول: من كان عاصيا لشرعه فهو مطيع لإرادته الكونية. ويقول: إن مشاهدة العبد للقدر لم يجعل له استحسان حسن ولا استقبال سيء. إن مشاهدة العبد للحكم
لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، الكل سواء. ده كلام الهروي صاحب المنازل. فهذا الكلام يرى به عذر الخليقة، يرى أن الخلق معذورون في المعاصي والذنوب والكفر والفسوق والعصيان، وأنهم لهم الحجة على الله، نعوذ بالله من ذلك. ومن هؤلاء طائفة خصت هذا الأمر بمن شهد المشهد، يعني بيقولهم اللي معذور اللي وصل لهذا القدر، اللي مش مع اللي الآخرين غير معذورين، اللي يوصل لدرجة اليقين عندهم وشهود القدر يصبح معذورا مرفوعا عنه التكليف. وتلاقي ان كل طائفة من الطائف دي تطعن في التشريع في الحقيقة. واحد بيقول التشريع ده ظلم، ونعوذ بالله، لانه القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. يقول وضع اللحم على البزات على ذروة الجبل، فلو ارادوا ستر لو ارادوا صيانتي ستروا عني وجهك الحسن. مش حافظ البيت، انا ما اعرفش احفظ الشعر. فبيقول يعني لو هم بيشبه نفسه لما شاف واحد عجبته وقع بالفاحشة، فبيقول زي ما وضعوا لحمة للايه بيصطادوني، زي ما وضعوا اللحمة للبزاء للطائر على ذروة الجبل عشان ينزل ياخدها عشان ايه عشان يصطادوه. فبيشبه ان ربنا فعل به ذلك عشان يوقعه في الفاحشة. بيقول لو هو كان اراد صيانتي لكان ما خليش اشوف وشك، ستروا عني لو ارادوا صيانتي ستروا عني وجهك الحسن. عايز يبرر لنفسه انه واقع في الفاحشة ليه؟ عشان قدامه الموضوع، يبقى انا هم يريدون مني ذلك، يبقى هو خلاص. فواحد بيقول ربنا ظلمني، والتاني بيقول لا ده انا مطيع لله حين افعل الفواحش. وده الصوفية لهم في ذلك يعني كلام فظيع جدا، وبعضهم يخصه بالاولياء الذين وصلوا الى اليقين. ولذلك يعد من الكرامات ان الجبر ده ممكن يوصل في النهاية الى ايه؟ الى الاباحية، يا اما للناس كلها، وان كل الاشياء مباحة طالما ان هناك قدر، فالخلق معذورون ولا لزوم للتشريع اصلا. وبعضهم بيجعلها للي يوصل للقضاء والقدر يبقى من اولياء الله الصالحين، واعبد ربك حتى اتاك اليقين، اللي وصل اليقين يبقى لا يلزمه ايه؟ عبادة. وعشان كده زي ما قلنا عدوا من ضمن الكرامات الفواحش، والعياذ بالله. يقول له ان هو شافه بيزني ففر، فرآه يمشي على الماء، فراح يسأله يقول له ازاي؟ قال له ولي وبينه وبيزني، ايه مشكلة؟ ما هو الزنا ده انت تهيئك انه بيزني وهو عنده حاجة تانية. فهو الامر ده طالما انه كان يفعل، وان كان يفعل الفواحش، وبعضهم حتى من المعاصرين ألف كتاب في الاحاديث القدسية وذكر فيه في باب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بتاع والله لا يغفر الله لفلان، قال ان العبد ليس عليه ان ينكر ما يراه، لانه ممكن يكون هذا من اولياء الله الصالحين مغفور له، عشان الرجل اللي ربنا غفر له قال والله لا يغفر الله لك. يبقى انت ممكن تبقى بتنكر على واحد وهو يكون ايه افضل منك، يبقى انت لا تنكر على الناس، ولا يعوذ بالله. وهذا الكلام في منتهى في منتهى الفساد ومنتهى الخطورة، كذلك في إفساد المجتمع. وذلك الجبر هذا في الحقيقة إذا وصل إلى درجة الإباحية فهو كفر. الإباحية يصيرون كثيرا من خلال باب الجبر ومن خلال باب الإرجاء كما سيأتي. اللي بيوصل من الإباحية إلى أن العمل ليس من الإيمان ولا يلزم العمل، بل مجرد أن يعترف بوجوب الصلاة ولا يصلي، ويعترف بوجوب الزنا ولا يزني، مهم انه هو يقول ان الزنا حرام ويعمل زي ما انت عايز، السرقه حرام ويعمل زي ما انت عايز. فالاثنين اللي بيوصلوا الى الاباحيه وانكار الشريعه وجوبا في الواجبات وتحديدا المحرمات ليسوا مسلمين. واما نفي مشيئه الله عز وجل فطعن في التوحيد، لان معناه نفي الربوبيه، نفي ربوبيه الله سبحانه وتعالى، لانك جعلت ربا للافعال غير الرب عز وجل. الناس أرباب أفعالهم، هم الذين يخلقون تلك الأفعال. نفي مشيئة الله تعالى في التوحيد، لأن معناه في ربوبية الله وخلقه لأفعال العباد وإرادته سبحانه وتعالى، كل دي بمعاني الربوبية. والأخذ بالأسباب واجب، والاعتقاد فيها شرك.
كلها مسائل هامة في هذا الباب، وهو متعلق بالأبواب المسائل السابقة. نقول اعتقاد الإنسان في الأسباب أن الأسباب مستقلة في الإيجاد، وهو عقيدة المعتزلة، أي أن هذا السبب هو كل شيء، كمن يعتقد أن وظيفته هي التي تجلب له المال فيصير عبدا للوظيفة فلا يقدر أن يستغني عنها، ويتصور أنه سيموت جوعا بدونها، فلا بد أن تعتقد أنه مجرد سبب، وأن الله عز وجل هو الذي يرزقه، ولو ذهبت هذه الأسباب فسيرزقك الله غيرها بفضله، وتتوكل على الله لا على السبب. فالتوكل على الأسباب شرك، والأخذ بها واجب. الأخذ بها بالأسباب يعني الأسباب المباحة في الجملة، يعني واجب في درجة معينة، وإلا فلو ترك الأكل والشرب حتى يهلك لكان عاصيا ومات قد قتل نفسه. فما هناك درجات هي دون الوجوب، لكننا نتكلم أن هناك قدر واجب منها، زي ما قلنا التداوي في قدر واجب، فنقول الأكل والشرب في قدر واجب، أن يقيم الإنسان نفسه فيما أمره الله به، يعني اللي بيمتنع يعمل إضراب عن الطعام والشراب لغاية ما يوصل لمرحلة إن هو لا يستطيع الوقوف في الصلاة يبقى يبدأ في الإثم. إذا عجز عن بعض المستحبات يبقى دخل في الإيه؟ في المكروه. إذا أكل إذا ترك الأكل والشرب حتى مات فقد فعل الكبيرة. يبقى ده في قدر من الأسباب الأخذ بها واجب. فمن يتصور تركها جملة، أولا هو مخالف للشرع، لأن الأنبياء أخذوا بالأسباب، وقد ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام بين درعين، وتكسب موسى عليه السلام برعي الغنم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورعى الغنم، واتجر النبي صلى الله عليه وسلم وباع واشترى ليجلب قوت أهله، وادخر نفسه قوت سنة، فأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم ولم يمتنع منها. فإذا من يقول جملة أنا لا أخذ بالأسباب مخالف للشرع، ثم هو مخالف للفطرة والعقل، ويكذب في كونه لا يأخذ بالأسباب، لأنه لابد أن يمد يده بالطعام، حتى ولو أتاه الطعام من عند الله فلابد أن يمد يده إليه. فلماذا لم يقل أنا أتوكل على الله وأترك الأخذ بالأسباب فليدخل الطعام إلى فمي والشراب إلى فمي؟ لذلك الذي دخل الخربة فكان يأتيه رزقه فيها، ما الفرق بينه وهو يأكل في الخربة ويمد يده إليها وبين الذي ذهب إلى السوق؟ هذا أخذ بالأسباب وهذا أخذ بالأسباب. فكونه قد رزق وهو في الخربة، بعض الناس كان يخش خرابة بقى والكلام ده كان زمان طبعا، دلوقتي يعني الحاجات دي بس عشان لأن التراث الصوفي مرشح للعودة، بس يعني مرشح للعودة إنه يرجع، فالناس لو رجعت هتلاقي حاجات بالمنظر ده، فيمكن البعض أن يظن أن هذا من الإيمان الدين. فقد يرى أنه يترك الأخذ بالأسباب بالكلية. فكما ذكرنا هذا الذي دخل في الخربة وإن رزقه الله عز وجل فهي ربما رزق بسبب من الأسباب الأخرى، إما امتحانا للبعض، وإما استدراجا لهذا العبد، وإما لأن له عمل صالح آخر غفر الله له خطأه وزلله في ترك الأخذ بالأسباب ورزقه بحبه لله عز وجل بما ظن أنه الشريعة غفر له خطأه وأثابه عليه ربما، لكن في الجملة لابد أن يقال هذا خطأ وهذا إيه؟ بدعة ومنكر، كالذي يدخل الصحراء بلا زاد، فقد قال عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى. طب هيخش الصحراء بلا زاد لما يجوع لك أكل ورق الشجر، طب ما أنت كده أخذت من إيه؟ بالأسباب. الذي وقع في بئر فخطر له أن ينادي أغيثوني فقال بل أتوكل على الله ولا أسأل الناس، فمد أحد إليه بحبل فأخذ بالحبل ونجا. فبيضربوها مثال على من ترك الأخذ بالأسباب فوفق. موضوع التداوي قريب من هذا الباب، لكن كثير من العلماء يقول به من أجل أنه عنده أن النوع ده من الأسباب خلاف الأولى، أو أنه مباح فقط، والصحيح أنه كما ذكرنا مستحب. فقلنا الراجل اللي رماله الحبل ده ألم يمسك بالحبل ويتسلق؟ فهو لما مسك بالحبل عمل ايه؟ اخذ بالاسباب. فلابد ان ياخذ الاسباب في الحقيقه، والا لهلكوا واستراح الناس من هذه البدعه. لو ما اخذوش بالاسباب لكانوا لا اكلوا ولا شربوا
ولا تناكحوا ولا تناسلوا ولا علموا الناس ولا جادلوهم ولا ناقشوهم، وكما ذكرنا ليه لاسترحنا من هذه البدعة، لكن الحقيقة أنهم لابد أن يأخذوا بالأسباب بدرجة ما، فلماذا لا يأخذون بالمباح؟ المشكلة أن الأخذ بالأسباب يطغى على الإنسان فيعتقد فيها، ثم لابد أن يتناولها وإن كانت من حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حسم هذه القضية، في قضية الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر، قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك أجمل ولا أحسن منه. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. يبقى كما أن الأجل لابد أن تستوفيه، فلا تخف من الموت، لا تخف من أحد أن ينقص أجلك، كذلك رزقك لابد أن توقن بأن رزقك سيأتيك. في نفس الوقت ماذا تفعل؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أمرك أن تطلب طلبا جميلا. ما هو الطلب الجميل؟ أن تأخذ ما حل وتترك ما حرم. لم يقل لك لا تأخذ من الأسباب شيئا، لا تطلب رزقك، وإنما أمرك أن تطلبه بالحلال وتترك الحرام، وأنت موقن بأنه مقدر، فلا تعتقد فيه في الأسباب، ولكن تأخذ به لأن الله عز وجل أمرك بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، أخذ بالأسباب واستعن بالله، إيمان بالقدر وعدم اعتقاد في الأسباب. الأسباب ربما لا تؤدي إلى النتائج. العبد فاعل منفعل، هذه القضية كما ذكرنا في الكسب، العباد فاعلون حقيقة بمشيئتهم وإرادتهم، يفعلون أفعالهم التي خلقها الله، وهم يفعلونها بالإرادة والقدرة المخلوقة التي خلقها الله لهم. ما معنى منفعل؟ وقع عليه فعل الله عز وجل. فاعل أي له قدرة ومشيئة بها يقع فعله. منفعل أي أن الله يفعل ويخلق في العبد ما أراد، وهذا في كل عمل اختياري للإنسان. الأفعال الإرادية الإنسان فيها فاعل مجازا فقط، فاعل لغة أو مجازا، وفي الحقيقة هو منفعل. أفعال الاضطرارية إنه هو جرى دمه في العروق، جران الدم ده دق قلبه، فعل مجازي ليس حقيقة. مات الرجل إنما هو أميت، ولدت المرأة إنما جاءها المخاض فخرج الولد رغما عنها ولا تستطيع أن توقف المخاض، ومثل دق القلب هذه في الحقيقة انفعال وقع بفعل ربنا الذي جعله يقع كذلك. طب احنا فعل الاختيارية ما بنقولش فيها العبد منفعل فقط. اللي بيقول منفعل فقط مين دول؟ اللي بيقول منفعل بس الجبرية، واللي بيقول فاعل بس المعتزلة، لان بيقولوا فاعل ليس هناك فعل لله فوق مشيئته وقدراته، وليس يفعل الله بهم شيئا، الله بلغهم الشرع فقط وكتب المقادير عند من يثبت كتاب المقادير. اللي بيقول منفعل بس بيقولوا الجبرية، قول الجبرية. اما اهل السنة يقولون العبد فاعل منفعل. فالناس في هذا مذاهب، منهم من يقول نحن منفعلون فقط، فأفعلون الاختيارية كالاضطرارية، وقع علينا فعل الله من غير أن نفعل شيئا. وهناك من يقولون نحن فاعلون فقط ولا سلطان لأحد علينا. وأهل السنة يقولون الإنسان فاعل منفعل في الأفعال الاختيارية، فهو قد فعل الفعل وفي الوقت نفسه وقع عليه فعل الرب، فهو صلى وصام والله جعله مقيم الصلاة صائما، وهو اهتدى والله جعله مهتديا والله هداه. ففعل الرب أن جعل العبد مهتديا، وقع على العبد فالعبد منفعل به فاهتدى، العبد انفعل بهذا الفعل فاهتدى، فالله جعله والعبد فعل، هو يفعل فعله ويخلق الله فيه ما أراد. فالعبد مهتد والله هداه، والعبد مصل وصائم والله أقامه بين يديه يصلي ووفقه للصوم طاعة له سبحانه وتعالى. رب جعلني مقيم الصلاة، من الذي يقيم الصلاة؟ العبد. من الذي جعله يقيمها؟ الرب.
فرعون خرج في طلب موسى وبني إسرائيل والله أخرجه، كما قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، وهو خرج كما قال ربنا فأتبعوهم مشرقين، أتبعوهم فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. طب ليه الاختلاف في الضمائر هنا؟ ربنا ذكر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر امتنانا وتشريفا، وهم اللي تجاوزوا البحر مش كده، لكن ربنا ذكر هذا في بيان الايه الامتنان عليهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذكر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، يذكر عدله وان فعل فرعون كان معصية وظلما بغي وعدوان ليبين استحقاقهم للهلاك، فمن على من شاء وعدل مع الجميع كما ذكرنا، ما عدل مع من عذبهم وأهلكهم لأنهم خرجوا بغيا وعدوا. قال فأخرجناهم من جنات وعيون، ده فعل الرب، وهو خرج كما قال فأتبعوهم مشرقين. طب ايه فايدة فأخرجناهم بقى دي؟ علشان المؤمنين يستحضروا ان اللي بيجروا وراكوا دول ما تخافوش منهم، لو اراد الله عز وجل ان يكفهم لكفهم، ده هو الذي اخرجهم يمتحنكم. ولذلك لما قالوا انا لمدركون قال موسى عليه السلام ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين، لانه هو يعلم ان ربنا اخرجهم سبحانه وتعالى. وشهود القدر في هذا يجعل العباد يؤمنون بان الله هو المالك، فلا يخافون من احد ولا يرجون احدا من الخلق الا الله سبحانه وتعالى، لا يرجون ولا يخافون الا الله. قال تعالى فاتبعوهم مشرقين، ففرعون هو وجنوده فعلوا اتبعوهم او اتبعوهم، فهم لم يخرجوا رغما عنهم بل كانوا خارجين بارادتهم، ومع ذلك قال ربنا فاخرجناهم، وذلك لننتبه ان هناك فعلا للعبد وفعلا للرب، وفعل العبد هو الخروج وفعل الرب هو الاخراج، وعلى مذهب الجبرية فالانسان في افعاله الاختيارية منفعل فقط، على مذهب المعتزلة فالانسان فاعل فقط، على مذهب اهل السنة فالانسان فاعل منفعل، خرج واخرج، ليس الامران متعارضين اصلا، لان كل منهما له فاعله، ففاعل الخروج العبد وفاعل الاخراج هو الرب، والله عز وجل لا يظلم عباده شيئا ابدا، ولا يحاسبهم الا على ما صدر منهم، ولا يهلكون الا بذنوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الله عذب اهل سمواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. لذلك بنقول في هذا الكلام ان الله لا يظلم الناس شيئا، دي قضية معلومة من الدين بالضرورة، ان الله لا يظلم الناس، الذين يتهمون الله بالظلم صراحة يكفرون، ومن يعتقدون ذلك فهم منافقون والعياذ بالله، واما من يعني توسوس له نفسه فلا بد ان يدفع الوسوسة، ولا بد ان يقاوم هذه الوسوسة. لا يحاسبهم الا على ما صدر منهم، ده من عدله عز وجل، يبقى لا حساب الا على الاعمال، لا حساب قبل الفعل ولا حساب على ما لم يكن لو كان، ولا يهلكون الا بذنوبهم، لان الله لو عذب اهل السماوات والارض لعذبهم غير ظالم لهم، كما قال سبحانه وتعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. أحسن تفسير لهذا الحديث الآية الكريمة، لو أراد الله أن يعذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الأشاعرة بيقولوا في الحديث ده معناه أنه يعذبهم على الطاعات، لأن ربنا تصرف في ملكه، ولو عذبهم على الطاعات لكان عدلا وإحسانا، وأهل السنة يقولون لا، بل لو عذبهم لجعلهم، لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، وهو ينزه عن أن يعذب المطيع على طاعته أو أن يثيب الكافر على كفره. هم بيقولون يجوز في العقول ويجوز في صفات الرب أن يعذب أطوع المطيعين وأن يثيب أكفر الكافرين، ولكن ورد الخبر بأنه لا يفعل، ولو فعل لكان غير ظالم. نقول بل الله سبحانه وتعالى قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون،
يبقى فسمى اهلاكهم وهم مصلحين، وهم مصلحون سموه ايه؟ ظلما ما كان الله ليفعله، وانما لو اراد ان يعذبهم لعذبهم على ذنوب عملوها. كان ابن القيم بيطول جدا في شرح الحديث ده، وخلاصته ان حتى الانبياء عندهم تقصير وذنوب، ولو وقع لو وقع على ذلك. والصحيح تفسير هذه الايه الحديث بالايه، لان الانبياء وهم مقصرون معترفون بالتقصير، ليس انهم يفعلون الذنوب يرون انفسهم بلا ذنوب، على اختلاف ما يسمى ذنبا في حق الانبياء. الايه التي تفسر هذا الحديث، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، يبقى متى يعذبهم؟ عندما يحق عليهم القول بالايه؟ بالفسق. حق عليهم القول، وجب عليهم العذاب بالحق والعدل عندما فسقوا، ففسقوا فيها، خرجوا عن شرع الله. ان قال قائل كيف يعذب اهل السماوات والارض وفيهم الملائكه الذين لا يعصون؟ الجواب لو اراد ان يعذبهم لجعلهم يفعلون باختيارهم ما يعذبون بسببه، وكذلك الخلق كلهم لو اراد الله ان يعذبهم لجعلهم يفعلون باختيارهم شيئا يخالفون به الشرع ويعذبون بسببه، لكن الله لم يرد ان يجعلهم كذلك، لانه عز وجل لا يهلك احدا الا بذنبه، ولا يعذب احدا الا بعدله، لكنه يتفضل على من يشاء، فقد عمهم بالرسالة عدلا، والله يدعو إلى دار السلام، وخص بالهداية من يشاء فضلا، فقال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فدعا الكل المؤمن والكافر، واختص بالهداية من شاء فضلا منه. والدليل على ذلك قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، فلم يهلكهم إلا وهم ظالمون. لو أراد الله أن يهلك أحدا لجعله يظلم فيهلكه. طب يقول يجعله يظلم، هو اللي جعله، هو جعله يفعل بإرادته. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الحكم العدل، فمن مقتضيات ذلك أنه لا يظلم أبدا، ومن اتهمه بالظلم فهو كافر. فالعقيدة الجبرية التي تقول إن الله يظلم الناس ويعذبهم على فعله هو على فعله هو بهم من غير جريرة منهم، مآلها إلى الكفر والعياذ بالله. اتهام الرب بالظلم أو الإباحية كما ذكرنا الجبرية الآخرين اللي بيقولوا كل الناس إيه؟ المطيع والعاصي زي بعض، والمؤمن والكافر زي بعض. اللي بيقول لي يا رب كده على شفى الهاوية والكفر إن لم يكن قد كفر بالفعل. اللي بيقول لي يا رب كده ظلمتني، لو قال ظلمتني بقى كفر. ها؟ جاهل؟ مفيش جهل في ظلم الرب في بلاد المسلمين ولا في غيرها. كل واحد يعتقد وجود الرب سبحانه وتعالى يعرف عدله. مفيش ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمين يشكون في عدل الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.